وفي لقاء خاص للايف اشاد رجل الاعمال احمد ابو هشيمه بالانجاز الكبير الذي تحقق على ارض مصر وشدد على اهميه الاستثمار في المنطقه الاقتصاديه في اقليم قناه السويس. زي ما انا قلت احدى المصانع بتاعت مجموعه حديد المصريين والمصنع الرابع بعد الثوره، عملنا ده المصنع الاخير والرابع، وده تاني مصنع في العالم بعد مصنع بني سويف صديق للبيئه. وانا يمكن زي ما قلت بينتج 830 الف طن من البيتس و 550 الف طن حديد تسليح، استثمارات وصلت ل 5.5 مليار جنيه. ويعني صراحه حاجه انا بشوفها الواحد بيفتخر بيها، لانها لما نقول اول مصنع في العالم كان في بني سويف وتاني مصنع في العين السخنه، ففي الاخر الاثنين في مصر، فدي حاجه انا بالنسبه لي كبيره جدا. وبشكر دولة رئيس الوزراء على حضور التوقيع، والوزيرة سحر نصر وسيادة الفريق والمنطقة الاقتصادية. احنا طبعا بنتمنى، بنقول للعالم كله تعالى استثمر فيها، يمكن من احسن المناطق اللي في العالم للاستثمار، منطقة لوجستية ممتازة. بنستنين لائحة بتاع قانون الاستثمار، لان على ما اعتقد ان ممكن لائحة تدي مميزات لهذه المنطقة، وده طبعا طبيعي عشان نشجع الاستثمار. وبنشكر كل اللي بيساهم في انجاز العمل في الوقت الحساس ده، واحنا ان شاء الله الافتتاح هيبقى في شهر 12. احنا بقى لنا 3 سنين شغالين في المصنع ده، افتتاح شهر 12 الجاي، وهيبقى ان شاء الله يعني حاجة مبشرة للمنطقة والعين السخنة والسويس واكيد لمصر.